في مشهد غاب عن الأذهان لسنوات عدة، شيعت جماهير غفيرة من أهالي طول كرم ومخيمها يتقدمها المستوى الرسمي والأمني جثمان الشهيد سرحان برهان سرحان، حيث استقبل استقبالا عسكريا وشعبيا الليلة الماضية بعدما قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن جثمانه من مقابر الأرقام. الحمد لله رب العالمين، يمكن أنا كنت فقد أمن ونسى حنرجع، لكن الحمد لله بوجود الأخ الرئيس وجود الأخوان رجع الحمد لله لوطنه ولأرضهم. وانا بعك كلمة يعني سبحان كان صاب كان في فلسطين ولا في فلسطين، والحمد لله رب العالمين جاب الشيخ على الصلاة الإسلامية إن شاء الله ونزوره والحمد لله رب العالمين. أول مرة أرتاح لها 11 سنة ارتحت اليوم، أنا بدي أشكرهم كلهم أهلنا وكلهم الحمد لله رب العالمين، أنا فخور بهم اللي يحبوا سرحان ويحبوا الوطن، وهذا وفاء منا لأشهدانا الحمد لله رب العالمين، إحنا شعبنا بخير الحمد لله. بس بدي أحكي كلمة للناس اللي شهدائهم بعدهم عند الأرقام، يعني يصبروا شوي وإن الله مع الصابرين وإن شاء الله يرجعوا. وردد المشاركون في تشييع الشهيد سرحان عبارات الوفاء والثناء للشهداء الأبرار مطالبين بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومؤكدين بالوقت ذاته على مواصلة درب الاستشهاد والشهادة من أجل فلسطين. حقيقة نحن سعداء اليوم بعد غياب 11 عام لجثمان الشهيد سرحان سرحان، وتم بحمد الله عوده مرفوع الرأس إلى مسقط رأسه محافظة الكرم وخاصة مخيم الشهداء والأسرى. وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت جثماني شهيدين سرحان ومؤيد صلاح الدين من طول كرم في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء مع السلطة الوطنية الفلسطينية لاسترجاع رفات الشهداء من مقابر الأرقام، فيما شيع جثمان الشهيد صلاح الدين في قرية حزمة قرب القدس. نهدي هذا الإنجاز الوطني الكبير إلى كل اللاجئين خارج بلادنا وداخل بلادنا من غزة إلى الجليل، ونهديه إلى مخيم اليرموك، إلى الوحدات، إلى نهر البارد، لنقول لهم أن القابضين على حق العودة يواصلون الضرب، يسقطون شهداء، أهلهم، عائلاتهم، أبناء الشعب كلهم يحتضنون اليوم عودة الشهيد سرحان سرحان مجللا بالغار ومجللا ملفوفا بعلم البلاد. كل شهدائنا الذين دفنوا فيما يسمى بمقابر الأرقام بالتأكيد سيعودون وسيتم دفنهم بالشكل الذي يليق بهم على الطريقة الإسلامية، وسيتم زفهم كما هذا الشهيد البطل في هذا المخيم البطل الذي نحبه ونقدره عاليا، هذا المخيم الذي قدم العديد من الشهداء في سبيل الحرية والاستقلال. يذكر أن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد سرحان بعد اغتياله في عملية أدت كذلك إلى استشهاد طفل تواجد مصادفة في المكان يوم 10 نيسان من العام 2003. شيع سرحان سرحان إلى مثواه الأخير وإلى مسقط رأسه بعد أن كان رقما في مقابر الأرقام، وهناك أيضا يبقى شهداء ينتظرون أن يشيعوا إلى مقابرهم وإلى مثواهم الأخير مع أن فلسطين بلدهم جميعا. إيهاب ضميري لكاميرا السلام.